السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. المرة هاي راح نتكلم عن موضوع الناتينج Network Address Translation. بيستخدموه ليش؟ لأنه إحنا صار عندنا يعني نقص في الـ IP Addresses. زمان أو قبل فترة من الزمن كان عندك ما في غير بس public IP addresses، يعني اي جهاز متصل بالانترنت لازم يكون له IP address قادر كمان الانترنت انه يوصل لهذا الجهاز. بينما احنا حاليا كل اجهزتنا بالبيت مشبوكة على public IP address واحد، هذا هو اللي بيقدم لنا خدمات الانترنت. عن طريق هذا الـ IP address بيتم تحويل من يعني هو Network Address Translation Port Address Translation، زي كأنه بيعمل Mapping، بيعمل خريطة بيوصل ما بين الPorts وما بين يعني المنافذ وما بين العناوين تبعت الشبكة. وعن طريق هاي الخدمة Network Address أو NAT عن طريقها نقدر نوفر كل الخدمات ببابليك أو ببابليك اي بي ادرس واحد. فانا بدي انتقل للناتينج. طبعا لما تيجي على الناتينج بس على البورت فوروردينج عندنا هون اللي هو يعني جهاز بي سي، بس نتاكد انه هو اخذ اي بي ادرس. نشوف عنده اي بي ادرس معناته اموره تمام. شايفين 192.168.58.11، وهذا موصول على الانترفيس. شوف الاساين انترفيسز موصول على الانترفيس تبع الهوم، تبع الهوم ولا تبع الدي ام زي؟ تبع الدي ام زي، فمعناته انا عندي على الدي ام زي شغال. بدي اعمل له ناتينج. هل هو قادر على انه نشوف يعني قادر على اتصال بالانترنت؟ خلينا نحكي يبدو انه في مشكلة. طيب نراجع الرولز الخاصة بالدي ام زي. شوف الدي ام زي، شوف الرول تبعاته. دي ان اس شغال، مسموح له انه يروح لكل الانترنت. دي ام زي نت لأول. يعني غريب. دي ام زي، شوف دي ام زي 58.254.250.254.250.254.250. نعمل بينج 192.168.58.58.254. طبعا مش مسموح له انه يوصل على هاي المواضيع. نعمل بينج لمين؟ نعمل بينج مثلا، نحكي ل مثلا 10.1. معناته قادر هو على يعني عنده الإمكانية إنه يتصل بالنت، لكن ما عنده إمكانية إنه يعمل ريزولفينج للدي إن إس. طيب جرب مرة ثانية. طيب مش مشكلة، يعني المهم انه يعني
متصل بالشبكة. خلينا نحكي أول شيء راح نعمله، راح نعمل forwarding ل البو للبينج. فأول شيء بدك تكون متأكد منه، يعني احنا هسا بدنا نعمل بينج لجهاز اللي هو جهاز البي سي اللي هون، نعمل بينج من وين؟ من اللان، يعني عذرا من الوان. فأنا عندي هذا الجهاز أو اللي هو الفاير وول، يعني إله الاي بي ادرس اللي هو 53. يعني أنا لو أجيت من هون لو عملت له بينج ل 172 172 20 20 50 51، 53 53. طيب 53، هاي 53. طبعا هسا بيعطيني إشارة إنه destination host unreachable، فأنتوا شايفين إنه ما يعني ما زودني بأي معلومة. لو انتقلت هون وأجيت حكيت له من النات، طبعا هون متذكرين انتو 58 10 11 هاي 11. طيب 58 11، بضيف او يعني الاهم او الافضل انك تيجي هون تحكي له اعطيني ضيف الياس، والالياس بتضيف على هاي. فعندك مثلا هاي نعمل له edit هاي، شايفين عندي واحد جاهز تقريبا، فأنا بس أضيفه وأعمل له سيف، apply changes. بعدين بنتقل هنا للنات، من الناتينج بضيف port forwarding. بحكي له إنه الانترفيس راح يكون من الوان، يعني أساس إنه هو يعني الانترفيس المتصل بالإنترنت بشكل مباشر. بروتوكول ICMP، سورس راح يكون السورس طبعا اي حدا من الانترنت، سورس ديستنيشن الوان ادرس، ريدايركت اي بي راح يكون عندك وين بي سي ويندوز بي سي، واحنا بنحكي له ريدايركت ICMP نات ريفليكشن كذا، خلص ما في. طبعا هنا رح تلاحظ انه اد اسوسييتد فلتر رول مباشره، هاي واحده من الخصائص لهذا الموضوع. نعمل له سيف ونعمل ابلاي تشينجز. الان نيجي هون نحكي له بينج، تمام. ليش؟ لاني انا هون دخلت على الفاير وول. طبعا اذا جربت انت بالبيت بتدخل على الفاير وول، ومن ويندوز فاير وول بتضيف اكسبشن، بتيجي هون ICMP بتسمح لالاو ايكو ريكويست انها تمر. بهاي الحاله بصير عندك، يعني شايف هون عندك البينجز كانت محجوبه، بعدين هون صار في عندي ريبلاي. هاي الخطوه الاولى. الخطوة الثانية ان احنا بدنا نعمل، بدنا نسمح يعني خيار ثاني، مش احنا ممكن ان نعمل نات لويب سيرفر عندنا بالشبكة. فانا اللي بدي اعمله مش ناتينج، اللي بدي اعمله هو التالي، اني انا بدي اسمح ل يعني اعتبر انه هاي ويب سيرفر، لكن هو راح يكون بورت الار دي بي اللي هو يعني زي كأنك بتتفرج على سطح المكتب من عندك. فاحنا شايفين الآن سطح المكتب عندنا هون. اللي راح نعمله احنا راح نحكي السورس اي حدا، سورس اني destination، سورس بورت اني كمان، destination one address، destination port هون بدك تيجي MSRDB. وطبعا الريدايركشن راح يكون للويندوز بي سي، redirect target ports. لا طبعا هون ما بدك، يعني بحكي لك انه انت بدك تشغل هاي
على يعني انت راح تخلي الاماس ار تي بي نفس الشيء لانه ما في بس لكن هذا بيسمح لك انك يعني اذا بدك تستخدم اكثر من ويندوز بي سي عن بعد، فانت بتحكي له ديستنيشن رينج، انت علوان تقدر تستمع للاماس ار دي بي، خلينا نحكي، او بتقدر تخليهم مثلا 10000 10001 لاول بي سي، 10002 10003، وهنا بس بعد ما تحدد شو اللي بده يعمل ريدايركشن بتحدد البورت، بس يعني ما بتغير البورت، بتغير البورت اللي بيستمع عليه الوان ادرس، وهيك بس بتعمل له سيف. ليش احنا عملنا له ايديت؟ طيب مش مشكلة، راح نضيفه بس على السريع، نضيف الاي سي ام بي كمان. ليش؟ لانه احنا حذفنا الاي سي ام بي بروتوكول، اي سي ام بي السورس اني ديستنيشن وان ادرس ريدايركت وين بي سي ديسكريبشن اي سي ام بي. بعدين نعمل له سيف ابلاي تشينجز. طبعا الان انا راح اشغل من هون من عندي واحكي له اشبك على الادرس تبعنا، فانا راح احكي له انه 172 50 53 color depth true color paste وهي custom connect. طبعا هون يعني راح تفشل عنا. ليش؟ لاني لازم كمان اجي هون واجي احكي له properties remote allow apply اوكي when طيب مرة ثانية 172 20 20 50 53 custom true color best connect. طيب شو هو ال طيب شوف هنا networking ماشي networking. طيب networking اوكي وهي صرت انا الان يعني شغال عليه من هاي بتحكم فيه طبعا بشكل كامل، وهي مباشرة اعمل log out من الجهاز، هاي اللي كنا فاتحينها قبل قليل وشغالين على الجهاز. وهيك انا بعمل configuration، او طبعا هون كمان بقدر يعني اكبر الشاشة لو اجيت لهون وحكيت له ما بقدر. طيب ما في مشكلة، بس هاي كل الموضوع الناتينج بشكل مفصل. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.